وعلى بركة الله دائما وابدا. نستعين أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، نسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم بتحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. على بركة الله انطلق الشوط 13 للأبكار الحقائق، ومن مسافة 4 كيلومترات في هذا الميدان، ميدان الشحانية، ميدان التحدي في أول سباقات المؤسس. مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلقت الأسماء واندفعت الشعارات لتزين أرضية هذا الميدان. نتقدم مباشرة مع المركز الأول حامية الرقم 28، من تتقدم وتقود المسيرة على المركز الأول شعار بن حلفان، من يتقدم مع المركز الأول. المركز الثاني الشايبة الحسن بن حمد بن علي بن حمد العطية، من يتقدم مع المركز الثاني. المركز الثالث ثالث المراكز وثالث التحدي، وصلت مهمة حمد طلب من يتقدم مع المركز الثالث. المركز الرابع رابع المراكز ورابع التحدي، من تتقدم تقدما ملحوظا على المركز الرابع. تتقدم محمد بن نايف الهاجر، من يتقدم مع المركز الرابع. المركز الخامس خامس المراكز بن دهيم بن محمد بن عبد الرحمن الهاجري، من يتقدم مع المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة، ولكن أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية ومع التحدي الكبير. من تقود المسيرة الشايبة؟ الحسن بن حمد بن الحسن بن حمد بن علي بن حمد العطية، من يتقدم ويقود المسيرة مع المركز الأول. المركز الثاني تتقدم شديدة حمد بن تريحيب بن محمد بن نايف الهاجري، من يتقدم مع المركز الثاني. المركز الثالث ثالث المراكز وثالث التحدي حمد بن حلفان المري، من يتقدم مع المركز الثالث. المركز الرابع رابع المراكز ورابع التحدي، تقدم على مستوى المركز الرابع الكايدة حمد بن ناصر بن هادي بن هدوان، حمد بن ناصر بن هادي بن هدوان الغفرة، من يتقدم ويغير إلى المركز الثاني. المركز الخامس تتقدم مسقط خالد بن علي بن شفيع بن زيد الفهيدة، ولكن أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية ومع التحدي الكبير. الشايبة الشايبة على المركز الأول، الحسن بن حمد بن علي بن حمد العطية، من يتقدم مع المركز الثاني. المركز مع المركز الأول، المركز الثاني تتقدم على المركز الثاني. ثاني المراكز وثاني التحدي الكايدة حمد بن ناصر بن هادي بن هدوان الغفراني، من يتقدم مع المركز الثاني. المركز الثالث ثالث المراكز حمد بن حلفان المري، من يتقدم مع المركز الثالث خالد بن شفيع بن سعيد الفايدة. ولكن أعود مع المركز الأول، أعود شايب الحسن بن حمد بن حمد بن هدوان الغفراني، من يتقدم مع المركز الثاني. المركز هي علي الله، ولكن غيرت هدوان الغفراني انطلقت مع البداية ودعتهم وأعلنت حالة طوارئ، سمعت الجهاز وطارت مستديرة تبهر الجمهور والركض انتحاري. أذكر الله ذكرتني بالجزيرة، ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء الممتاز. من تتقدم بن هادي بن هدوان الغفراني، سلام الكايدة سلام، أسعد الله صباحك يا بن غفران على الفوز الكبير. تهانينا والناموس لمالك
حميدة، حمد بن ناصر بن هادي بن عدوان الغفلاني على انتزاعه للمركز الأول للمركز الثاني، حسن بن حمد بن علي بن حمد العطية المركز الثالث، ثالث المراكز شديدة بن تريحيب بن محمد بن نايف الهاجري المركز الرابع، رابع المراكز تغرير راشد بن بطي بن محمد، خامس الكايدة حمد بن ناصر بن هدوان، الثانية تهانينا والناموس كما جاءت في المركز الثاني، ثاني المراكز حمد بن علي بن حمد العطية، توقيت الزمن 6 دقائق ثواني 6 أجزاء، المراكز وثالث التحدي وصلت على المركز الثالث، المركز بن ترحيب توقيت الزمن 9 أجزاء 100 ثانية، تهانينا والناموس لمالك الكايدة حمد بن ناصر بن هادي بن هدوان الغفلاني على انتزاعها للمركز.